مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة باختيار الأصناف وبتقنيات وأوقات زرع الذرة الموجهة لإنتاج الأونسيلاج، بحيث كتعتبر وقت زرع واللي كيتحدد بكمية الحرارة الضرورية لنضج الحبوب الذرة. ومن أهم العوامل الواجب المراعاة ديالها والتبكير ديال النضج، كتنقسم الأصناف الموجودة في السوق لثلاثة أنواع: أصناف نصف مبكرة بالنسبة للزراعة خلال بداية فصل الربيع، وأصناف نصف متأخرة بالنسبة للزراعة في أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف، وأصناف متأخرة بالنسبة للزراعة المتأخرة في فصل الصيف. فرغم أن كل أصناف الذرة المهجنة يمكن استعمالها سواء إنتاج الحب أو السلوجة، إلا أن بعضها كيصلح أكثر لإنتاج الحب والبعض الآخر كيصلح للسلوجة، وكتعتبر مقاومة الذرة للرقاد والأمراض من أهم الخصائص الواجب مراعاتها عند اختيار الصنف لأجل السلوجة. الذرة الاستعمال كثافة أعلى بالمقارنة مع الذرة المزروعة لإنتاج الحب. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، مكنت عملية التهجين من الحصول على أصناف كتأقلم مع ظروف بيئية ومناخية مختلفة، شيء اللي يمكن من زراعة الذرة في مختلف مناطق المغرب والحصول على إنتاجية مهمة، بحيث تم تسجيل عدد كبير من أصناف الذرة المهجنة في السجل الرسمي. وهنا كنوصلوا الفلاحة باش ياخذوا بعين الاعتبار قبل اختيار أي صنف معين من الذرة درجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فصول الربيع صيف أو الخريف، ونوعية وعمق التربة والخصوبة ديالها، وبالخصوص مدى توفر مياه السقي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ولضمان نجاح عملية الزرع كنوصيو الفلاحة يضبطوا آلة الزرع باش تزرع الكمية المطلوبة ما بين 25 و 30 كيلوغرام في الهكتار على العمق المطلوب واللي كيتراوح بين 4 و 6 سنتيمتر حسب نوعية التربة، ويحترموا المسافات بين الحبات داخل الخط وبين الخطوط، ويختاروا المسافة بين الحبوب في الخط حسب الكثافة المطلوبة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كنصحوك بالنسبة للزراعة الخاصة لإنتاج العلف الأخضر تقارب مسافات بين السطور إلى 30 إلى 40 سنتيمتر مع ارتفاع مقدار الزراعة إلى أكثر من 75 كيلوغرام على كل هكتار للحصول على سيقان رقيقة. ونظرا لاقتصار استغلال الذرة على حشة وحدة، ولازم القيام بعملية البذر في فترات مختلفة للحصول على إنتاج خلال أطول مدة ممكنة. وهنا من الضروري احترام السرعة المثالية للجرار، واللي لازم تكون ما بين 4 و 5 كيلومتر في الساعة. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.